أهلا وسهلا بكم. بين الاستسلام للمصير وبين تحدي المستقبل هناك طريق وسط من الوسائل الصغيرة التي أصبحت متاحة لمن تعدى عمر 50 لتجعل الوجه الهرم يبدو أكثر شبابا، ومرور السنين تظهر على وجه عشرات التغييرات بسبب التطاول والتمطط التدريجي لألياف تشد جلد الوجه إلى طبقة العضلات والشحوم، مما أدى إلى حفز البعض إلى اللجوء إلى البدائل غير الجراحية وهي غير مكلفة. إليكم بعض الوسائل التي يمكن استخدامها أو الحصول عليها لكي تمنح وجه هذه الحالة الخمسينية ملامح أكثر شبابا. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش بعد ذلك. Ce que je veux, c'est un petit peu rajeunir, faire un peu toutes ces rides que j'ai ici, que j'ai un peu de un coup de jeunesse. J'ai 57 ans et depuis une dizaine d'années que j'aimerais bien, que je voulais faire ça. Une fois que j'en ai fait tout, après je me sens plus jeune, moins fatiguée. Voilà, c'est quand je me regarde dans le miroir, c'est parfait. للمزيد من التوضيح حول هذه التقنيات معنا في الاستوديو مباشرة ضيفتنا الدائمة الدكتورة أروى علي، وهي أخصائية الجلدية بمراكز زباجي بأبوظبي. أهلا وسهلا دكتورة أروى. أهلا وسهلا. شو الجديد في اللي شفناه؟ الجديد نحن عم نحاول شوي نبعد عن الجراحة التجميلية، لأنه طبعا نحن قد ما أخرناها للجراحة واعتملنا على الأشياء العيادية مثل البوتوكس والفيلر كرمال نعطي مظهر أفضل، فهذا الشيء شوي بنحاول شوي نبعده. الجديد بالموضوع أنه مش كل الناس فوق الخمسين أنه مضطرين يعملوا بلاستيك سيرجري أو جراحة، فعم نحاول قدر الإمكان على البوتوكس والفيلر نعطيهم مظهر أفضل. طيب اللي عندهم سكر، اللي عندهم أمراض ثانية ممكن يأثر أو ما له علاقة؟ إطلاقاً ما في مشكلة. طبعاً بدنا نعتني نحن بوسائل التعقيم، لأنه اللي عنده سكر عنده تأهب أكثر للإنتانات، فنحن دائماً بنعقم بشكل كتير منيح. إذا كان شخص عم ياخذ أي أدوية من الميعات خاصة بعد الخمسين، في كتير ناس تاخذ أدوية للقلب أو شيء مثل الأسبرين، فنحن بنقلهم قبل ما يعملوا أي أشياء فيها أبر أو أي شيء يوقفوا الأسبرين قبل بأسبوع كرمال إذا صار أي كدمة ما تقعد عندهم فترة زمنية طويلة. أما بالمطلق ما في مشكلة. طيب أبداً. متى تبدأ تظهر النتائج؟ طبعا الفيلر مباشره نتائجه بتبين، لانه نحن عم نعبي اماكن شوي نازله بالجلد. البوتوكس بده على الاقل بين 3 ايام لحوالي اسبوع لحتى تبين نتائج بشكل جيد. النتيجه النهائيه له حوالي 3 اسابيع لحتى يبين معنا. ايهما اكثر امان، فيلر ولا البوتوكس؟ الفيلر اكثر امان. الاثنين شو الفرق بينهم؟ الفرق بيناتهم كمادة، والفرق انه نحن الفيلر ممكن نحطه بكل اماكن بالجسم، يعني ممكن تحطه من اسفل الراس لاسفل القدم ما في منه اشكال نهائيا، لكن البوتوكس له اماكن معينه بنحط فيها كرمال ما ياثر على العضلات فبياثر شوي على الحركات. طبعا احنا تكلمنا الاسبوع الماضي انه البوتوكس
نتكلم عن التعرق أيضا على المستوى التجميلي ممكن ينتهي ترجع مرة ثانية ممكن تعيد صح. بالنسبة للفيلر إيش الوضع؟ الفيلر بيطول أكثر، هي شغلة كمان منيحة كتير يعني عادة بالأماكن مثل الوجه أو أي شيء أقل شيء عم حطوا للفيلر بين 8 أشهر لحوالي السنة ونص، فهذا أريح للمريض من الناحية النفسية ما بيتعرض كتير للإبر، ومن الناحية المادية أنه ما بيتعرض أنه يحسب بكر كل 3-4 شهور مثل البوتوكس، فهو أفضل له من الناحيتين. بس أنت في البداية قلتي أنه يغني عن الجراحة إذا كانت حسب الحالة. إيه بس إحنا نتكلم عن الجراحة السائد صار في الفترة الأخيرة وصحيح إذا كنت مخطئ إنه الناس سات أوردي صارت تعتمد على البوتوكس أكثر من الجراحة. صح طبعا هلا حسب الأذى، إذا الأذى معقول يعني وإنه قادر نصلحه بأشياء عيادية أنا أفضل كطبيبي أجل الجراحة بعدين للمريضة، أما في ناس كتير عندها تهدل بالجلد وعندها كتير ساغينج فإذا ما رح يزبط معها الفيلر البوتوكس لا طبعا بهالحالة تلجأ للجراحة التجميلية، لأنه طبعا نتائج الجراحة بتقعد شي حوالي 15 سنة يعني البوتوكس والفيلر بده تكرار. الناس هلا كمان بشكل عام اغلبهم صاروا عم يعتمدوا على اشياء بدون تخدير، يعني ما كثير عم يحبوا يدخلوا حالهم بازمات مثل الجراحه او شيء، لكن بالنهايه نحن ممكن نضطر نلجا للجراحه لما القصص غير قابله انها تتصلح بالاشياء البسيطه. طيب بسالك عندك في العياده اكثر المقبلين على مثل هذه الفكره سيدات ولا رجال؟ الجنسين الاثنين عم منطلقين من كل الجنسيات ومن كل الاعمار اذا بدنا نقول، وما في فرق بين الشباب والبنات الكل صار عم بيساوي. وما راح اسالك على السعر تضايقين انت الظاهر حسدناك العام الماضي سالناك على السعر لانه بتعرف حسب كل حسب كم يونت بياخذ المريض حسب كم ابره بيستهلك. قلت لها ما عاد تقول أيوة. حسب لانه في مرضى بياخذوا ابرتين في مرضى بياخذوا 4 ابر فكل بعدين كل ماده لها سعر المعين يعني. عموما انا اتمنى لك التوفيق. شكرا كثير دكتوره اروى علي ضيفتنا الدائمه في كل اسبوع. اهلا وسهلا بك. بنقول انه الاخصائيه في اوباجي ابو ظبي شكرا لك على حضورك ان شاء الله نلقاك الاسبوع المقبل. فاصل ونعود لكم بعد قليل.